اوه يا سلام حبايبنا، اليوم في عنا مقطعنا اليوم في اكثر من شغله. لايك، حط لايك، عم بستنى. حطيت يا اوكي، ركزوا معي. كيف احوالكم؟ ان شاء الله كل شيء بالله. استعيت لكم جميعا يا صاحبي، مثل ما انتم شايفين اليوم نزل بويا باس جديد. اوكي، وايه اسمه البويا باس بس، ولكن في شيء جديد يعني شباب نزلوا اللعبه صراحه شيء باللوز. في اكثر من شغله، فهمتوا علي شلون؟ اول شيء بهذا البويا باس في عنا الرقص، مو رقصه، الشخصيه جديده. يب، شخصيه جديده، اشياء جديده كثير مع رقصه جديده يعني معلم اليوم حبيبي والله. اوكي، خلينا ندخل على السريع شباب، نعمل ترقيه. ليتس جو. مثل ما انتم شايفين طبعا هون يا شباب، ملاحظ شغله انا، هو صراحه ما اعرف اذا هو هذا البويا باس اللي نازل جديد يعتبر يعني ارخص من القديم، عارف. المهم شباب رح نشوف مع بعضنا. اوكي يلا، طبعا انا رح اجيب هذا ب 800 اوكي، عشان نجيب يعني نحصل فيه على المكافات واشياء. نشوف لنا الفاير باس، لما فتح فاير 2 مره تهني تصريح بوي. اوكي نايس، اوكي هيك فتحنا الفاير باس. خلينا نشوف معلم شوي شوي شو في ما في. اوكي، اول شيء عندنا الشخصيه معلم، اول شيء عندنا الشخصيه معلم. يا سلام عليك. الشخصيه الاولى شباب، الشخصيه رح نجربها، نعمل تزويد. اوكي اوكي، بس خلينا نروح نشوف شخصية، اصبر شوي. فتحونا الشخصية. نايس، اوكي، هي الشخصية يا شباب، اوكي، صح انا ملخبط، خلص. اوكي خلي الشخصية على جنب، خلينا نشوف اول شيء هيك الاشياء، الموجودة هون عندنا. اوكي الجواز موجودة عندنا، جواز، عندنا هون سلاح. السلاح هذا فيه 2 معدل اطلاق النار، والله السلاح يعني فيه سمات اسطورية، فيه سرعة وسرعة التحميل، نايس. حلو، اشياء ثانية شوفي ما فيهم عندنا هون، عندنا هالاشياء لحد الان، عندنا القنبلة. ايوه نايس، حلو. وشوفي كمان عندنا هون، عندنا نفس السلاح نفسه، عندنا هاي شو هي، رمز الجواز. تحسبك عملية الاقصاء الاولى 400 عملت فري فاير والمرافق. اوكي هات نشوف شو في اشياء ثانية هون، والله ترى في كثير اشياء. اوه هون في عندنا حقيبة، بيعطيك الجايزة الكبرى على الليفل يعني هون. اوكي هلا ثواني، كم ليفلنا نحن؟ 51. حلو، والليفل الاشياء الفول ليفلها 100، تمام. عندنا هون الحقيبة، نايس. اوكي هي حقيبة الفاير باس، ليش بقول فاير باس؟ هو بويا باس، الحراس البراري. اوكي شوفي كمان هون عندنا، اوكي ساعة نغير شكلها، عندنا هون حجر، حلو نايس. عندنا هون سكين مخصص. الشيء الحلو بهذا البويا باس شباب اللي عملوه، يعني في أكثر من شغلة. عندك هون هذا السكين، عندك سكين شيء ثاني، يعني شيء صراحة شيء كثير ثاني، تمام. وعندك هذا يعني كمان سكين اخر يعني اوكي. هون عندنا شو هذا؟ اوكي تأثير قضاء، نايس. عندنا هون الافكت تاعه، يعني في اكثر من شغله، شيء كثير حلو صراحه، شيء باللوز. اوكي خلينا نجي لهون ونشوف الرقصه هي كمان، كان في رقصه شفتها. اوكي هي الرقصه، اوكي بيعطينا لازم الليفل يوصل 140 اعتقد. يب 140 في مضرب، حلو 140، يب هذا هو ليفل 140، بيعطونا هذه الرقصة. نايس، اوكي، نعمل حصول، تمام، نعمل نشتري فيها الباكجات هذول. سيارة هون في عندي، حلو، تمام، والله صراحة يعني في كثير أشياء اليوم. نايس، تاع حسنا، هون فتح لي كل شيء، حلو، هذا شو عم بفتح معلم؟ قول لي. السكين البنت. نشوف بعض شوي على جنب، ما بدنا نفتحه، نشوفوا بعض. اوكي هون زيادة التقدم فتح لي، نايس حلو، تمام تمام. هلا هون ليفلنا 50، ليك لازم الان نشتري الليفلات. يب نشتري الليفلات شباب، ايوه. وهون في شيء عندنا المستويات، هون في حاجة عليها خصم، بيجي هاي بيجي عليها خصم، الشيء اللي فهمته. اوكي يقتصر على ثلاثة، اوكي هون بنشتري 550 مستوى، يب 900 هذا هو، ان شاء الله بيشتغل حلو. فتحنا يعني هلا الفاير باس كامل، يعني بتقريبا صرف 800 والله صار 700، صراحه شيء حلو. هون كمان في شيء ثاني، اصبر شوي، نجي لهون، وين رحت انا؟ نجي لهون ولو اوكي لسه بنقدر نشتري مره ثانيه عشان نجيب فيها الرقصه، نشتري كمان حزم صار تقريبا. نايس والله حلو. اوكي بما انه في عليها خصومات هذول رح نجيبهم كمان مره، معلش. حلو فتح، نفتح كمان، نايس، وصل الليفل 200، يعني تقريبا 2000 3000 جنيه شباب جيب فيه كل البويا باس، شيء حلو، تمام. هلا هون وين صرنا؟ معلم انا بلشت ادوخ، اوكي هيجي احصل على كل شيء، شوف شو عم بيطلع لنا هون، ايوه هون السكيل، السلاح، نايس لازم نجرب السلاح، اوكي، اهم شيء السلاح،
اهم شيء سلاح شاب. جرب الاول شيء سكن البريت لازم. هذيك مره ما جربت ما اعرف اتذكر. هذا سكن، هذا سكن رئيسي تمام. اعمل له ما نعمل له فتح، نخليه على جنب عشان ما من 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 نتشك لازم الوضع. اوكي حسنا مع شوي شوي مرضان شباب حبيبي والله. اوكي اه الرقصة حلو نايس. اوكي فزوق ثلاث توكن كتب شفتح شعبي. او نايس حلو. انا سلاحات ايفو نفتحها عادي تمام. خلينا نيجي الان لهون نركب الرقصة. اول شيء اول شيء نركب الرقصة شباب. الرقصة في اكتر من شغلة، في اكتر من شغلة. هاتلي نشوف الرقصة الجديدة هاي. وين هاي الرقصة؟ اين هي الرقصة؟ وين راحت؟ او العادة تكون هون ولو هاي هي. ايش لهون؟ الرقصة ذا الفاير باس برا ثاني فاير باس. لا هو هو بويا باس. حلو. وهي الرقصة؟ يا هي الحزمة السلاح. اوكي سلاح شو سكين. طبعا شباب والله في كثير اشياء صراحة يعني شيء واو. اوكي تمام الان من هاي الحزمة. الان بدنا نروح نفتح الحزمات الثانية يا طيبين. الحزمات الثانية اللي هي تبعت الفاير باس. اوكي اول شيء خلينا نجرب نشوف السكن البنت العادي. بس يعني ما تسمي نجرب سكن البنت ضروري ضروري. جرب حزمة البنت ضروري. حزمة البنت هي شوف شو وضعها الخفيف. نجرب واحد واحد نشوف يعني ما ليديز ليديز عشان الليديز يعني فهمتوا علي شلون. هو انا بعرف انا بعرف الصراحة انه انه اغلب البنات بيلعبوا شخصيات شباب يعني فهمتوا علي شلون. بس ولك راح نجرب نشوف شخصية البنت يعني شلون السكن البنت شلون شكله صالع. اوكي هلا والله نايس تمام. والله يعني الشعرات اتس اوكي ماشي الحال. سكين ماشي حاله ماشي حاله ماشي حاله حلو ماشي بوشي تمام تمام. اعطونا رايكم يا بنات بهذا السكين. اوكي الان خلينا الان نرجع للشخصيه اللي نزلت جديده. وين هي؟ وهي الشخصيه شباب ما شفتها. اوكي عملت تزويق نفهم الوضع معلم. عم يقول لك هون قم بإنشاء تمثال بنقاط صحة 200 حتى تصل لا تزال ثابتة لمدة 12 سنة. هي نشط على فكرة شخصية نشط لمدة 12 سنة. استخدم هذه المهارة مرة أخرى. أعتقد هذه الشخصية جربتها يمكن بالسيرفر المطورين. يمكن أنا فهمل عليها شوي. بس خلينا نرفع الليفل شوي. نرفع الليفل نخلص من الليفل نرفع ماكس وراح نظبط الوضع على رواق. حلو الحلو كمان دول زادونا يوم معلم ما عاد يعني. أوكي نشوف هون شو بحط. أنا بحط كيلي بحط هون شو كمان بحط بالعادة. أنا بحط حط خلينا نحط نحط هاي هذا تمام. الشيء اللي بقى تذكره بهالشخصية اصبروا شوي نتكون نجرب نشوف شو بصير. بتذكر شيء تذكره كانت الشخصية كانت تختفي. جربت وقتها بتذكر بالسيرفر المطورين بصراحة مرة لسه ما قريت شيء. بس ولكن بدنا نجرب هيك مباشرة نشوف شو بيعطينا تمام. هذا أول قول لي مثلا نشوف. اوكي يسمي يعتز استخدام هذه المهارة. مهارة نشط الآن ماله هذا ليش ما يشتغل؟ ايوه استنى طبعا هناك بس الكبسه الشباب طلع الشخصيه هي. اوكي معناتها لما اجي لهون هاي الشخصيه كثير كثير حلوه يا جماعه. شوف ركزوا معلم ركزوا راح يرجع اللاعب لنفس المكان. ايوه ليش ما رجع؟ الو لازم بدك بس الكبسه ديم لازم ارجع لك بس الكبسه. ما في مشكله خلينا ندخل لهون شوي نقلب شوي للامام استنى المهم تطلع عشان نجربها. وين هذول؟ انا دخلت شباب مود ما اعرف صراحه ما جربته من قبل اسمه راس الكبير. شوف شو وضع هذا المود. اي كم بيبي كم هات نشوف واحد هني نشوف. ايوه ننتظر لانه في مسافه لازم ننتظره. اوكي خلينا نجرب الان نرجع لهون قرب شوي. ايوه شو معلم هون في لازم يكون في اللاعب لازم ننتظر المد هاي. اوكي هذا عم بضرب فكره عم بضربني ارجع. اقسم بالله شاب خطيره هالشخصيه. قول لي شو هذا؟ صح اوه تحولت لزيب. اي والله وين؟ حتى كنت اقتل هذاك الشباب رجعت بدها اسطوريه. يلا الخدع عم بعمل فيهم وقد ايش عملت في اللعب فيهم. ايوه بس شوف الراس اللاعب عندي معلم ايشي بله صراحه شخصيه مش بشي حلوه. اصحابي معلم هون راح يموتوا. الو شوف هذا بس نشوف والله ده شو بيعمل فيه هذا. خرب بيتك او يا خرب بيتك يا جدع. ليه في هون واحد على اليمين بس شو اقعد اقعد حبيبي اقعد اقعد. والله حلو هذا المود راس كبير شباب عملوه هيك. ايه شو عمل هذا؟ انتبه معلم راسي اقسم بالله شباب راسي مبين من بعد 7000 كلمت. قول لي هذا 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 واحد وراي. ترجع 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 يلا بدمك. اوه راسي الكبير يا الله. اوكي لازم نحاول نعمل خطه نجرب نعمل هالحركه شباب الاسطوريه. اصبر نعمل هاي قرب شوي للامام
بس شوف الحد بس ليش يضربني استخدمه. بس بنشوف بس وضع الهادي هوني وضع الشخص كيف كل واحد بالداخل ادهو والله ضربته ايوه الصراحة عنده الشخصية يا شباب اوكي والان خلينا يا شباب نفتح هل هالحزمة هاي مع هذا الـ يعني الحزمة الاولى بتكون والله ماشي بشي حلوة كتير نايس. الان خلينا نفتح الحزمة اللي بعدها اللي هي المخصصة اعتقد كانت نجي لهون هاي هي اوكي الان عنا الحزمة يا شباب البيضة بستين حبة هات نشوفها معلم من برا والله شيء حلو اوكي والله مش ماشي هلا السكنات يعني والله صراحه سكنات حلوه شباب نزلت هون ذا كمان حلو مش بشي نجي نفتح الاخير والاخير معلم 150 نفتح هذا كمان ايوم نايس هذول شو هذول الباقي هذول نفتح هذول كمان مع نفس الشيء هاي الحزمه كمان اوكي هيك بكون فتحنا كل الحزم راح شيء نايس تمام هذا لازم نجربه شباب كمان ادخل جرب هذا يا شباب عشان ما نحب نطول عليكم كثير فهمتوا علي شلون اكتبوا لكم بالتعليقات شباب شو رايكم هلا هالاشياء الجديده النازله بالفتره الاخيره صراحه اتس اوكي او وهذا ايه عنده ايفكت يطلع من ورا عنده ايفكت يطلع اشياء من الخلف نايس اها اوكي اوه شوف العظمه اللي معاد التمساح سواء كان الشيء اللي جرب فهمتوا شباب هالشخصيه ما نقدر نستخدمه هون بالتدريب فهمتوا علي شلون سواء كان الشخصيه كمان له كمان اوكي شوف هذا السكين واو 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 ايوه هذا مش مشكلة ما تصير هون هذا ما تشتغل هون للاسف شديد الشخصية كانت حلوة طلعت معنا اوكي ايوه سو اوكي يا طيبين هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا معنا يا اساطير اكتبوا لكم بالتعليقات شباب شو رايك بهالشخصية الجديدة هذا البويا باس الجديد صراحة شيء كثير حلو تمام انه يكون يجيب الفاير باس ويطلع منه رفش يعني شخص يعني شخصيه وهيك اشياء حلوه تمام شو استمتعتوا معنا رايكم بالتعليقات اشوفكم على خير السلام عليكم.